رسالة أخرى وصلت من سائل يقول: ما حكم قول المسلم للمسلم جمعة مباركة في كل جمعة برسائل الجوال أو في المنتديات؟ هذا لا أصل له وهو بدعة، ولا يجوز التهنئة بيوم الجمعة، هذا لم يرد فيه شيء وليس من عمل السلف، فهو مبتدع، والمبتدعة يستغلون الآن الجوالات والإنترنتات على ما يذكرون، يستعملونها لترويج البدع بهذه الطريقة. نعم.